أيها الأحبة في الله، ما هي مفاتيح الفرج؟ مفاتيح الفرج كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر. أولا، من مفاتيح الفرج بل ومن أعظم مفاتيح الفرج ترك الذنوب والمعاصي والآثام والتوبة إلى الله عز وجل وبدء صفحة جديدة مع الله. ابدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل، فهذه عبادة عظيمة، التوبة إلى الله جل في علاه. واعلم أن المعصية هي سبب كل بلاء وشقاء على وجه الأرض. المعصية هي سبب لغضب الله وانتقامه. المعصية هي سبب لانتشار الأمراض والكروب. المعصية هي سبب لنزع البركة من الأرزاق. المعصية هي سبب لوجود الأزمات والضيق. المعصية هي كل شيء أيها الأحباب. لابد أن نرجع إلى الله عز وجل ونتوب إليه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فإلزم الاستغفار، عليك بملازمة الاستغفار أيها الحبيب، تب إلى الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو سيد الخلق إمام الأنبياء والمرسلين، يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. قال: أيها الناس، توبوا إلى ربكم واستغفروه، فإني أتوب إلى الله واستغفره في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. كم مرة تستغفر الله عز وجل أيها الحبيب في يومك وفي ليلتك؟ كم مرة؟ حاسب نفسك. اعلم أن الاستغفار يفتح الأبواب المغلقة، والله الاستغفار يفتح الأبواب المغلقة ويفرج الهموم ويزيل الغموم ويقربك من الله سبحانه وتعالى. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إيه اللي يحصل؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أو كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أعظم مفاتيح الفرج أن تتعرف على الله عز وجل في الرخاء فيعرفك في الشدة. تعرف على الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة. لما تكون في وقت ليس فيه بلاء، ليس فيه مرض، ليس فيه كذا ولا كذا، تعرف على الله عز وجل أكثر من الطاعات، أكثر من العبادات، أكثر من الاستغفار. هذا نبي الله يونس الذي ذكرته الآن، تعرف على الله عز وجل في رخائه فعرفه الله عز وجل في شدته. نعم أيها الأحباب، فقد صح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال له رجل: أوصني. قال: أذكر الله عز وجل في السراء يذكرك الله عز وجل في الضراء. أكثر من ذكر الله عز وجل. فإذا أردت أن يعرفك الله عز وجل في الشدة فتعرف عليه في الرخاء، يعني أكثر من الطاعة والعبادة والذكر لله سبحانه وتعالى. من أعظم مفاتيح الفرج كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة عليه، لا سيما في يوم الجمعة، لا سيما في يوم الجمعة، أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيح الهموم وتفرج الكروب وتغفر الذنوب. هذا في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت.
قلت أجعل لك الربع، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك النصف، نصف صلاتي، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك الثلثين، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، أو كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. من أعظم مفاتيح الفرج أيها الأحباب الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. أكثر من الدعاء، لا سيما في آخر ساعة من يوم الجمعة يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء، وأوقات الإجابة كثيرة، أوقات الإجابة إجابة الدعاء كثيرة، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربنا جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أقبل على الله ولا تيأس أبدا، لا تيأس حتى وإن تأخرت الإجابة، حتى وإن تأخرت الإجابة فهو خير لك. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل بهذه الدعوة إحدى ثلاث: إما أن يعجلها له في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فلا تتعجل في الإجابة، فهذا تعدي على الله عز وجل، لا تيأس أبدا، فإن الدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا أطيل عليكم، أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.